السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الرابعة في الدراستين الصباحية والمسائية، كلية العلوم، جامعة بغداد، قسم علوم الحياة. معكم المتحدث مدرس دكتور رشا حسين كبر. نستمر بدراسة الديدان الخيطية. في هذه المحاضرة سوف نأخذ الديدان التي تصيب الأنفجة والدم، والتي تدعى بالديدان الفلارية. مجموعة من الديدان تقوم بإنتاج يرقات تدعى بالفلارية. أول الأجناس التي سنقوم بدراستها هو جنس الوتيريريا بانكروفتي. هذه الديدان تدعى من أو تسمى بالديدان الخيطية الطفيلية الفلارية. تنتقل عن طريق البعوض الذي يكون كناقل بيولوجي، و تسبب الفلاريات اللمفاوية. الإصابة تكون موجودة في الجهاز اللمفاوي، وتكون إصابتها هذه الديدان مزمنة وتسبب مرض داء الفيل. تنتشر تقريبا على معظم أنحاء العالم، أستراليا، أفريقيا، بأمريكا وأستراليا. بالنسبة لمظهر هذه الديدان، المظهر الخارجي مالتها ديدان طويلة مثل ما تلاحظ بالصورة، نهايتها ناعمة ومستديرة. تحتوي في داخلها على أنوية تنتشر على طول الجسم للديدان ما عدا منطقة الذنب. ذكور هذه الديدان تكون أصغر من إناثها، بحيث الذكر يكون طوله 40 وقطره 100 مايكروليتر. بالنسبة للإناث تكون طولها من 6 إلى 10 سنتيمتر. انتبه على فرق الوحدات القياسية مقارنة بقطرها 300 مايكروليتر، بالتالي تكون هذه الإناث أكبر بثلاثة أضعاف من الذكور، nearly 3 times larger in diameter than the male. هذه الديدان لها القدرة على إنتاج اليرقات المايكروفيلاريا، لذلك يطلق عليها مصطلح بيوضة ولودة OVVVPARUS، يعني لا تنتج بيوض مباشرة إلى الخارج، وإنما تنتج أطوار يرقية مباشرة اللي تحتوي اللي يكون طبعا يحيط بها الغمد أو الشيب. مثل ما نلاحظ هذه المايكروفيلاريا تكون محافظة على أحد أغلفة البيضة، بحيث يحيط بها شيت أو غمد ويكون في داخلها هذه اليرقات الأنوية. هذه اليرقات لها هجرتين خلال اليوم الواحد في الإنسان، هجرة ليلية ونهارية أو دورة ليلية ونهارية. الدورة النهارية راح تكون موجودة بالأوردة العميقة during the day present in the deep veins، and during the night اللي هي تكون من 10 مساء 10 p.m. to 2 a.m. لثانية ما بعد منتصف الليل تهاجر إلى الدم المحيطي وتدعى بالنكتورنال بيريودسيتي. دورة الحياة مثل ما نلاحظ مكانين بها، مضيفها النهائي يمثل الإنسان ومضيفها الوسطي يمثل البعوضة. المايكروفيلاريا هو الطور التشخيصي، واللارفي L3 هو الطور المعدي. فمايكروفيلاريا تأتي البعوضة لأخذ وجبة الدم، داخل البعوضة تعاني انسلاخين وتتحول إلى اللارفا 3، ثم تعود في داخل الإنسان إلى أن تكون البالغات اللي تنتج بعد التزاوج المايكروفيلاريا. نلاحظ هنا توضيح أكثر لدورة الحياة. البالغات الموجودة بالأوعية اللمفاوية، هذه البالغات بعد حصول التزاوج فيما بيناتها تنتج الإناث اليرقات المايكروفيلارية اللي هو الطور التشخيصي. بعدها هذه البعوضة تأتي إلى الإنسان المصاب لتأخذ وجبة الدم. داخل البعوضة هذه المايكروفيلارية تقوم بنفع الغلاف الخارجي أو الغمد الشيز، ثم تهاجر إلى المدقط المع الوسطي، ثم بعد ذلك تهاجر إلى
العضلات الصدرية. داخل العضلات الصدرية تعاني من عدة انسلاخات إلى أن تصل إلى الطور المعدي L3، ثم تهاجر إلى منطقة الرأس بالذات إلى الخطم. هناك راح تروح هذه البعوضة لأخذ وجبة دم جديدة، وبالتالي راح تحقن بالشخص المصاب هذه الأطوار المعدية L3، راح تدخل إلى داخل الدم، وبالتالي تعود لتكون البالغات بعد مدة من الزمن، ويحدث التزاوج بين هذه البيضان. دورة الحياة بالنسبة للويتشرارية بانكروفتي، خلال دورة حياتها راح ألاحظ وجود مضيفين لها، اللي هو المضيف الوسطي اللي هو البعوض، والمضيف النهائي اللي هو راح يكون الإنسان. ألاحظ خلال دورة الحياة أنه هذه اليرقات المايكروفيلارية تنتج من خلال البالغات اللي موجودة تكون بالأوعية اللمفاوية. هذه المايكروفيلارية تنتقل عن طريق ناقلات اللي هي أنواع من البعوض مختلفة، اللي هي الكيوليكس، الأنوفيلاس، المانسونيا والأيديوس، وبالتالي تنضج لتتحول إلى يرقات متحركة تدعى بالجوفينايلز. بعدها هذه اليرقات داخل البعوضة حينما تعود لأخذ وجبة دم جديدة تقوم بنقل هذه الأطوار المعدية اللي هي L3 وتحقنها في جسم الشخص المصاب. هذه اليرقات تنتقل إلى الجهاز اللمفاوي، وبالذات بالعقد اللمفاوية الموجودة بالسيقان والمنطقة التناسلية. بعدها هذه اليرقات تتطور إلى بالغات خلال مدة من الزمن اللي هي تكون سنة، وتكمل دورة حياتها من خلال حدوث التزاوج الجنسي ما بين الذكور والإناث في الأوعية اللمفاوية. ثم الإناث لها القدرة على إنتاج آلاف من هذه المايكروفيلاريا، وبالتالي هذه البعوضة تعود مرة أخرى لأخذ وجبة دم من الإنسان المصاب وتأخذ المايكروفيلاريا، وهكذا تستمر دورة الحياة. إذن لاحظنا خلال دورة الحياة وجود المضيف النهائي اللي هو الإنسان، البالغات موجودة بالوعاء اللمفاوي، هذه البالغات تقوم بإنتاج المايكروفيلاريا بعد حدوث التزاوج خلال مدة سنة من النضج مالتها. بعدها هذه المايكروفيلاريا تنتقل إلى جهاز الدوران بالنهار، خلال النهار تكون موجودة بالأوردة العميقة، وخلال الليل اللي هي من 10 مساء لسنتين ما بعد منتصف الليل تكون موجودة بالسيركوليشن. بعدها راح تجي البعوضة تأخذ وجبة الدم اللي حاوية على المايكروفيلاريا، وبالتالي راح تجي هذه البعوضة بداخلها تستمر عدة انسلاخات وتنقل لنا الطور المعدي اللي هو L3. إذن المايكروفيلاريا هو تشخيصي والL3 هو الطور المعدي. نجي على الأعراض والصفات السريرية clinical features لهذه الديدان. بعد الإصابة هذه الديدان البالغة تنضج خلال 6 إلى 8 أشهر. الإناث والذكور راح يتزاوجون وينتجون المايكروفيلاريا. هاي المايكروفيلاريا راح تستطيع الديدان على إنتاجها لمدة 10 سنوات. راح ألاحظ وجود عدي طورين. الطور الحاد عادة إحنا الطور الحاد بالإصابات بالأمراض يكون في بداية المرض، يصل البيك مالته أعلى شيء بالأعراض والإصابة والأذى بالنسبة للإنسان. أما الطور الآخر طبعا هنا في هذه الديدان راح يكون الإنفلاماتر الالتهابي أو الأكيوت. بالنسبة عندنا إلى المزمن ما هو، راح يكون هو الأوبستركتف اللي هو الانسدادي. نلاحظ بالطور الحاد the antigen from the female adult worm elicit inflammatory، يعني
وجود هذه الجدان الإناث في جسم الإنسان راح يتهيج لي يثير بروفوك الالتهابات في داخل الجسم نتيجة لوجود أجسام غريبة. الجدان البالغة أين تتواجد؟ مثل ما قلنا تتواجد بالقنوات والأوعية اللمفاوية. فسبب وجودها هذه هو الوعاء اللمفاوي كلش صغير بالقطر يادوب هذه الدودة تمتد بداخله. واضح؟ تشرح تسبب لي راح تسبب لي توقف بسرب اللمف جريان السائل اللمفاوي لأنه أنتم مثل ما حضراتكم تعرفون الأوعية اللمفاوية تكون بالنسبة ناقلات للسموم والفضلات من كل الأعضاء اللي تكون شكو عمليات أيضية تحدث بالعضو تخرج السموم عن طريق الوعاء اللمفاوي. فأجت هذه الديدان استقرت بالوعاء اللمفاوي سببت إن عدم خروج الفضلات ووقفت جريان هذا السائل اللمفاوي. واضح؟ وعليه راح يحس الشخص المصاب راح يطلع عنده حمى فيفر شوف قشعريرة سكن انفكشن التهابات وإصابات بالجلد وعد راح يكون ألم بالعقد اللمفاوية painful lymph nodes وtender skin راح يصير عنده تضخم أو تضخم به أو ورم يصير عنده نتيجة الوجود بالذات بالأطراف بالإكستريميتي اللي هو اللمف أديماتس إكستريميتي يعني تضخم أو نتيجة وجود السوائل اللمفاوية بالأطراف بالأقدام. واضح؟ الأعراض هذه تكون بعد symptoms often lessen after 5 to 7 days 5 إلى 7 أيام. أعراض أخرى اللي راح تشمل لي الأوركيتيوس اللي هو ما معناه التهاب بالترسيس إبيديدماتيوس يعني اللي هو الإبيديدماس الموجود بالترسيس بالنسبة للذكور أيضا إنفلاميشن بي وكذلك بالنسبة لالتهاب بالقنوات الحيامل. نجي على الانسدادات اللي تحدث بالطور المزمن راح يكون عندي هذه مصطلحات طبية وعلمية اللي هو lymph varices واللمف سكروتم هيدروسيلي كايليوريا لمف انيوريا and elephantiasis. يعني راح يكون عندي ألاحظ هو وجود دائما السائل اللمفاوي اللي يكون موجود بالأطراف موجود بكيس الصفن بالنسبة للذكور وجود السوائل هيدروسيلي أيضا اللمف في مناطق الجسم الأخرى كذلك وجود أهم صفة اللي هو الكايوريا أنه الإدرار يكون لونه لون الحليب بسبب وجود اللمف مع الإدرار وأخيرا الألفنتيسس داء الفيل. مايكروفيلاريا are not normally present in this phase. مو بالضرورة تكون موجودة المايكروفيلاريا. الألفنتيسس أفكت راح يصيب داء الفيل بالنسبة للذكور بالسيقان الذراع الأذرع والسكروتم اللي هو كيس الصفن. أما النساء راح يصيبها بالذراع بالذراعان والسيقان. كيفية التشخيص. Blood smear is a simple diagnostic tool. عادة لهذا الديدان لهذه الديدان نأخذ عينة دم هي أبسط طريقة. Provided that بالتالي أخذ عينة الدم خلال فترة النهار لما تكون هذه اليرقات الصغيرة موجودة بالperipheral circulation. فترة الليل طبعا راح ناخذ هذه اليرقات حتى نقدر نشخص هذا المرض. طريقة التشخيص الأخرى هو باستخدام البوليميريز تشين رياكشن البي سي آر كذلك باختبار وجود الأضداد الأنتيجين ديتكشن الألترا سونوغرافي تو ديتكت ذا أدلت سوارم أيضا بالسونار أقدر أشخص وأخيرا باستخدام الإكس راي examination that calcified worm can be detected أقدر ألاحظ هذه الديدان المتكلسة والميتة بالأوعية الموجودة بداخلها. العلاجات البندازول
إفر إفرمستين والداي أثيل ألبن داي أثيل كار أمزين. ننتقل إلى الجنس الآخر هو جنس اللوالوا أو الآي وورم. هذا الجنس يسبب مرض لوالوا في اللارييسس، لوايسس، كالابار سوالينج، فيوجيتيف سوالينج، تروبيكال سوالينج، أند أفريكان آي وورم. هذا الجنس ينتقل أو يسبب مرض جلدي وأيضا يسبب مرض للعين. ينتقل من خلال جنس ذباب الغزلان أو جنس الكرايسوبس سبيشيز. النواقل أو اليرقات راح تهاجر إلى منطقة السبكيتانيوس تيشوز أوف هيومن، الأنسجة تحت الجلد، وخصوصا الأنسجة سب كونجكتيفال تيشوز اللي هي تحت الملتحمة. وفي هذه المنطقة مثل ما نلاحظ بالصورة أمامنا بسهولة رؤية هذه الديدان. انتشارها بأفريقيا والسودان والهند. مورفولوجي، عادة احنا عرفنا انه الذكور دائما تكون اصغر من الاناث، حوالي 30 الى 34 طولها، 0.35-0.42 بعرضها، مقارنة بالاناث اللي تكون 40 الى 70 مليمتر وعرضها 0.5. البالغات أين تعيش؟ تعيش بالأنسجة تحت الجلد للإنسان، هناك يحدث التزاوج وتنتج المايكروفيلاريا. المايكروفيلاريا طولها من 250 إلى 300 مايكروميتر متر، وعرضها 6 إلى 8 مايكروميتر. can be distinguished morphology from other filaria. شلون اقدر اشخصها عن فيلاريا الويتشيريريا؟ تشخص هذه اليرقات عن طريق وجود الشيد والتي تحتوي على الانويه التي تكون ممتده من مقدمتها الى نهايه اليرقه. وجود الشيد مثل ما الاحظ هنا في هذه المنطقه، وكذلك هذه الانويه التي تكون موجوده من راس من بدايتها إلى نهايتها. دورة الحياة بالنسبة للوالوا خلال هذه الفترة، يأتي جنس الكرايسوبس أو الدير فلاي تأخذ وجبة الدم، واللي تكون هذه البعوضة تكون حاوية على الطور اليرقي اللي هو لارفا 3. هذه اللارفا تنتقل و تخترق الجسم الإنسان، penetrate bite wound in the human host. بعدها هذه اليرقات تذهب إلى subcutaneous tissue وتتطور إلى البالغات، ثم هذه البالغات تتزاوج وتنتج الميكروفيلاريا، تأتي البعوضة مرة أخرى لأخذ وجبة الدم وتتطور إلى في داخلها إلى الطور اليرقي المعدي اللي هو لارفا L3. نلاحظ هنا هذه الذكور والإناث اللي موجودة بالسبكيوتانيوس تيشو، هذا شخص مصاب حاوي على هذا الطور. تأتي الأدلت راح اللي هي الإناث تنتج الميكروفيلاريا اللي موجودة بالسباينال فلويد، باليورين، سبيوتام، بيريفرال بلاد، وحتى الرئة. الميكروفيلاريا تكون موجودة، تأتي البعوضة لكرايسوبس الجنس مالتها أو الدير فلاي، وتأخذ الميكروفيلاريا عن طريق أخذ وجبة الدم. داخل الميكروفيلاريا أيضا تنزع الغلاف أو الغمد الخارجي لها وتذهب إلى المدقط، ثم المنطقة الصدرية تحصل لها انسلاخات، ثم تذهب إلى منطقة الرأس أو البروبوسس وتقوم عن طريق أخذ وجبة دم جديدة بلدغ الشخص المصاب بهذه الديدان وتدخل هذه اللارفا enter the bite wound. بعدها تذهب
بالسابيكيتانيوس تيشو وتحصل لها انسلاخات تتحول إلى بالغات ويحدث التزاوج وهكذا تستمر دورة. في دورة الحياة نلاحظ أنه هذه لجنس الوالوة راح يكون الجنس الكرايسوس داي بايتينج فلايز، تقوم بلدغ الإنسان ليكون مصاب بهذه الديدان الوالوة وتأخذ من الشخص المصاب طور المايكروفيلاريا خلال فترة أن أخذ وجبة الدم. هذه المايكروفيلاريا سوف تقوم بخلع الغلاف أو الغمد اللي يحيطها من أغلفة البيضة، وثم تهاجر إلى المعي الوسطي المدقات، بعدها تنتقل إلى العضلات الصدرية، وهناك سوف تعاني عدة انسلاخات إلى أن تصل إلى الطور المعدي. حين وصولها للطور المعدي تهاجر إلى منطقة الرأس وبالذات الخطم، تعود لأخذ وجبة دم أخرى من شخص غير مصاب، فتنتقل هذه الأطوار المعدية اللي هو الطور L3 larva 3 إلى الشخص، ثم بعد ذلك تذهب هذه الأطوار المعدية إلى subcutaneous tissue، وبعدها بالسبكيتانيوس تيشو سوف تعاني انسلاخات وتتحول إلى بالغات بالأنسجة تحت الجلد. سوف تحدث عملية التزاوج ما بين الذكور والإناث، وتقوم بعدها الإناث بإنتاج المايكروفيلاريا والتي تكون موجودة بسائل النخاع الشوكي بالسباينال فلويد بالإدرار الدم المحيط البريفرال وحتى الرئة. ملاحظة مهمة: they are diurnal periodicity، يعني دورة حياتها نهارية، بحيث خلال during the day خلال النهار راح نلاحظها موجودة بالدم المحيطي بالبريفرال عكس الوتر اريا، but during the non-circulation phase مو خلال فترة الدوران مع الدم راح تتواجد هذه الأجناس مع الموجودة في الرئة. نأتي للأعراض السريرية والمرضية الذي يسببه جنس الوالوة نتيجة للإصابة به. هذا الطفيلي عادة الإصابة تحدث وتكون موجودة بالأنسجة تحت الجلد مثل ما نوهنا سابقا، وخصوصا في أي مناطق: منطقة الظهر، منطقة الصدر chest، الجراين الفخذ، السكالب فروة الرأس والعين. هذه الطفيليات تسبب inflammation in the skin، تسبب الالتهاب بالجلد أينما انتقل هذا الطفيلي في جسم الإنسان. في بعض الأحيان هذا الطفيلي يحدث به توقفات، يتوقف ولا يتحرك لمدة من الزمن قصيرة. بسبب هذا التوقف إيش راح يحدث عندنا؟ راح يحدث الشخص أو المضيف الذي يعاني من هذه الإصابة تدعى باللوكال انفلاميشن، والتي تسمى بالكالابار سويلينج، يعني انتفاخات كالابار. فبمجرد عودة هذا الطفيلي للحركة سوف تختفي هذه الانتفاخات، خصوصا هذه أين تحدث؟ في منطقة الريست أند أنكل، بمنطقة الرسغ وبمنطقة العكس، منطقة الاتصال الساعد بعظم الذنب. وبعدها هذا الطفيلي كان also travel، وكذلك مثل ما قلنا أنه يسبب مرض للعين، أيضا يصيب العين للشخص المصاب ويسبب له انتفاخات بالعين. الأعراض العامة بالنسبة لهذا المرض هو الإتشنج، الحكة، التهاب وألم بالمفاصل، والتعب، الفاتيج. تتم عملية تشخيص المرض الذي يسببه جنس المايكروفيلاريا عن طريق وجود المايكروفيلاريا بالدم، وجود presence of form in the eye وpresence of skin swelling، وكذلك وجود الانتفاخات بالجلد. العلاج surgical removal of the worm،
تتم بإجراء عمليات جراحية لإزالة الديدان أو بإعطاء أحد هذين الدوائين الإفريماكتين والدايأثيل كارباماذين. ننتقل إلى الجنس الثالث في هذه المحاضرة الأنكوثيركا فولفولكس والتي تسبب مرض الأنكوثيرتياسيس also known as river blindness and Robles disease. تسبب لنا مرض عمى الأنهار، مرض جدا منتشر في أفريقيا بالذات، انتشاره بالصحراء الأفريقية وكذلك ينتشر باليمن وأيضا في أمريكا. الشكل المظهري لهذه الديدان البالغات عادة تتواجد أو تتشابك entangled بشكل أزواج أو بشكل مجاميع وين تحت الأنسجة اللي تحت الجلد. الذكور أصغر من الإناث بحيث طول الذكر 19 إلى 42 سنتيمتر وعرضه 130 إلى 210 ميكرومتر، بينما الإناث 33.5 إلى 50 سنتيمتر وعرضها 270 إلى 400 ميكرومتر. نلاحظ الفولفا اللي هي الفتحة الأنثوية تكون موجودة خلف behind the posterior end of the esophagus بحيث تكون خلف المرأة بالنسبة للإناث. ذكور هذه الديدان تكون نهايتها معقوفة إلى الجهة البطنية ولا تحتوي على الأجنحة الألي. الميكروفيلاريا صفتها المهمة تكون لا تحتوي على الشيث، غير مغمدة. الحياة نبتدأ من وجود هذه الحشرات التي تحتوي على الـL3 اللي هو الطور المعدي. تأتي هذه البعوضة، تأتي هذه الذبابة عفوا اللي هي البلاك فلاي أو جنس السيميوليوم الذباب الأسود، يأتي فيلدغ الشخص الصحيح اللي يكون غير مصاب بهذه الديدان. تعطي وجبة الدم، عفوا تأخذ وجبة الدم وتعطي الطور المعدي الـL3 تحت الأنسجة اللي تكون subcutaneous tissue تحت الجلد. تتحول هذه اليرقات إلى البالغات بعد مدة من الزمن. بعدها هذه البالغات تنتج مايكروفيلاريا تكون غير لا تحتوي على شيث وتكون موجودة عادة بالأوعية اللمفاوية للأنسجة الضامة وكذلك موجودة بالدم المحيطي بالإدرار وبالقشع السبيوتم. بعدها تتحول هذه تنتج البالغات من الإناث المايكروفيلاريا اللي لا تحتوي على غمض. تأتي هذه الذباب الأسود يأتي لأخذ وجبة جديدة من الدم وبعدها يأخذ كمية دم كثيرة. بعد هاي الميكروفيلاريا هي أصلا لا تحتوي على غمض فلا تحتاج أن تنزع الغمض وإنما مباشرة تذهب إلى الميدغات ثم إلى الثراسك، تنتقل وتتحول إلى لارفا 1 وثم لارفا 2، بعدها تهاجر إلى من المنطقة العضلات الصدرية. طبعا بعد أن هاجرت من الميدغات إلى العضلات الصدرية وحدث لها انسلاخان الأول والثاني تهاجر اليرقة الثانية إلى منطقة الرأس بمنطقة بالسلايفة باللعاب، تنسلخ وتتحول إلى لارفا 3 ثم تأتي البعوضة لتأخذ وجبة دم من الشخص أيضا الغير مصاب وبهذا الشكل تكمل دورة الحياة. في دورة الحياة أن المضيف الوسطي الناقل سوف تكون حشرة البلاك فلاي الذباب الأسود سيميوليوم. نلاحظ أنه إناث الذباب الأسود تقوم بأخذ وجبة الدم ومعها الميكروفيلاريا من خلال لدغ منطقة الديرمس وأخذ
هذه وجبة الدم من الشخص المصاب. المايكروفيلاريا تدخل إلى المعي الوسطي مباشرة، لأنها هذه المايكروفيلاريا لا تحتوي على الشيط، ثم تنتقل إلى الثوراسيك مصل، بعدها ثوراسيك فلايت مصل، بعدها راح يحدث لها انسلاخ تتحول إلى اللارفا 1 ثم لارفا 2 ثم تنتقل بعدها إلى البروبوسيس إلى اللعاب. في اللعاب سوف يحدث لها الانسلاخ الثالث لتتحول إلى الطور المعدي خلال 7 أيام. الذباب الأسود يأخذ وجبة دم جديدة من شخص غير مصاب، تنتقل الـ L3 إلى الشخص الغير مصاب وتهاجر إلى subcutaneous tissue بعد حدوث عدة انسلاخات، تتحول إلى بالغات بشكل تجمعات أو متشابكات أو عقد، وبالتالي تنتج هذه البالغات تنتج المايكروفيلاريا بعد 6 إلى 12 شهر. خلال اليوم الواحد تستطيع كل أنثى من هذه الديدان بإنتاج 700 إلى 1500 مايكروفيلاريا في اليوم الواحد. المايكروفيلاريا تهاجر إلى الجلد خلال النهار، وتستطيع أن تتغذى بحيث غذائها يكون هذه الحشرات خلال النهار، لذلك تعتبر هذه الفترة فترة ممتازة بالنسبة للطفيلي لينتقل إلى المضيف الوسطي. وهذه الذباب الأسود يقوم بأخذ وجبة الدم مرة أخرى من شخص مصاب، وبالتالي تكمل دورة الحياة. نأتي إلى الأعراض السريرية والمرضية لهذا الطفيلي. الإصابة عادة تكون موجودة على منطقة العظام البارزة، بحيث تحدث انتفاخات في منطقة الجلد خصوصا في الجمجمة والمفاصل. هذه الإصابات راح تعتمد تواجدها وانتشارها حسب المنطقة الجغرافية، فإذا كانت في أمريكا الوسطى راح يكون لدغ الحشرة أو تفضيلها راح يكون في المنطقة التي تعلو الخفر، أما في أفريقيا فسوف تفضل الحشرة العض من خلال المنطقة التي تحت الخفر، تبعا لتفضيل الحشرة أينما تفضل اللدغ حسب المنطقة الجغرافية تكون تركيز هذه المايكروفيلاريا تتركز بالجفن. البالغات لهذه الديدان تكون موجودة داخل بشكل تجمعات تحت السبكيتانيوس تشو، بحيث راح نلاحظ أهم أعراض لهذا المرض هو وجود حكة شديدة intense itching swelling انتفاخ وأخيرا inflammation. نلاحظ المنطقة المصابة الجلد الذي يعلو هذه المنطقة راح يفقد المرونة الإلاستيسيتي وراح يكون بشكل متضخم وراح يعطينا مظهر جلد السحلية lizard skin أو مظهر المناديل الورقية. المايكروفيلاريا تهاجر في بعض الأحيان إلى منطقة القرنية إلى الكورنيا في العين، مما يسبب بالبانكتيت كرياتيتس اللي هو التهاب القرنية النقطي. يحدث هذا الشيء في الحالات المزمنة. السكليروسينج كرياتيتس أيضا راح يسبب لالتهاب القرنية المتصلب، والذي يؤثر بشكل affected area become opaque، يعني تكون تقريبا معتمة تبدي هذه المنطقة. بعدها هذه القرنية في بعد أن حدثت العتمة هذا راح يقودنا إلى العمى. ما هي آلية حدوث العمى؟ بسبب الالتهاب طويل الأمد راح يسبب لي سماكة بمنطقة القرنية للستروما مالتها، وبالتالي راح يسبب لي العمى. لذلك جاء اسم المرض River Blindness بسبب تواجد هذه الحشرات ودورة حياتها تكون بالقرب من النهر والأشخاص يتواجدون، فالشخص اللي تلدغ هاي الحشرة راح يؤدي إلى العمى في النهاية. يتم علاج هذا المرض الأونكوثيرسياسيس باي الإفريمكتين، الاسم التجاري بالنسبة إلى المكتزان. الأشخاص المصابين يتم علاجهم بجرعتين يومية من الإفريمكتين لمدة 6 أشهر، وتعاد هذه repeated every 3 years، وتعاد العلاج كل 3 سنوات. يتم التشخيص عن طريق السكن سنيب مايكروسكوبي.
الخزعة المجهرية من الجلد، بحيث يتم أخذ هذه العينة للبحث عن المايكروفيلاريا حتى لو بالعين، from the iliac crest and search for microfilaria، أو عن طريق الـ PCR polymerase chain reaction، أو بواسطة الـ ELISA and antigen surveys بطريقة الـ ELISA، بحيث راح تطلع لنا هذه الليكوسايت في هذا السلايد، وهذه اليرقات المايكروفيلاريا للأونكوسيركا فولفولوس هاي التيل مالتها، وراح نلاحظها أهم نقطة بها أنه هي لا تحتوي على الشيث. ننتقل إلى الجنس الرابع والأخير بهذه المحاضرة، هو الدراكانكولوس ميدينانسيس أو دودة غينيا، تسمى بالتنين الصغير من المدينة، ومشتق الاسم من الإصابة الشديدة اللي حدثت بالمدينة. المرض اللي تسببه الدراكانكولياسيس، وأيضاً كولد أيضا يسمى بمرض دودة غينيا. انتشاره يكون متوطن في 4 دول من أفريقيا وفي الهند. ننتقل إلى الصفات المظهرية لهذه الديدان. ديدان الدراكانكولوس ميدينانسيس تعتبر من أطول الديدان الخيطية التي تحدث إصابات بالنسبة للإنسان، وتعتبر الإناث التي تم تسجيل أكبر طول إلها بالنسبة للذكور طبعا أكبر، وصل طولها إلى 800 مليمتر مقارنة بالذكور اللي وصل طولها إلى 40 مليمتر. هذه الإناث البالغة تكون موجودة بالأنسجة تحت الجلد، وخصوصا الأنسجة التي تغطي الركبة، وتعمل هناك قرح منتفخة مؤلمة بالنسبة للشخص المصاب. كذلك ممكن أن تصيب مناطق أخرى مثل الرأس، الجذع، الأطراف العلوية، وكذلك المناطق النهائية من الظهر ومنطقة التناسلية، المناطق التناسلية. دورة الحياة لهذه الديدان الدراكانكولوس ميدينانسيس تبدأ من خلال أنه الإنسان يقوم بشرب مياه غير مفلترة، بحيث تكون هذه المياه الغير مفلترة حاوية على مجدافيات الأرجل الكوبي بود التي تحتوي على يرقات الدراكانكولوس ميدينانسيس. بعد ابتلاع الشخص هذه أو شرب لهذه المياه يدخل الكوبي بود، ينحل ويموت، تخرج هذه اليرقات، ثم تخترق جدار المعدة والأمعاء وتنتقل إلى جوف البطن. هناك تتحول هذه إلى بالغات تنضج وتتزاوج فيما بينها، وينحل الذكر ويموت، ثم بعدها تهاجر هذه الإناث إلى أنسجة تحت الجلد towards of the surface of the skin، بالقرب من سطح الجلد. بعد مدة سنة من الإصابة هذه الإناث سوف تكون انتفاخات حاوية على السائل بشكل فقاقيع طبعا على الجلد، وتكون بأبعد نقطة عن القدم، أبعد نقطة عن الأطراف السفلية في قدم الشخص، وبعدها هذه تنفتح هذه الفقاقيع. المريض المصاب بهذه الديدان سوف يحس بالراحة الشديدة حينما يضع قدمه في الماء. فبعد وضع أقدام الشخص المصاب في الماء سوف يسهل، طبعا يرتاح المريض، لكن هذا يعتبر أمر جيد بالنسبة لهذه الديدان، لأنها سوف تقوم الديدان البالغة بإخراج بإطلاق يرقاتها إلى المياه، وتأتي هذه مجدافية الأقدام وتبتلع هذه اليرقات لتكمل دورة حياتها بعد ابتلاعها من قبل هذه مجدافية الأقدام. هذه الإناث الموجودة في طبقة subcutaneous tissue سوف تحدث قرح بالجلد. بعدها، بعد أن يضع الإنسان المصاب القدم في الماء، سوف تخرج هذه اليرقات المعدية بالنسبة للسايكلوز. الكوبي بود هذه مجدافية الأقدام يذهب إلى معدتها، بعد ذلك إلى الجوف، ثم تنتقل هذه اليرقات المعدية، تتحول إلى اليرقات المعدية، تلتهم من قبل الإنسان، ثم هذه اليرقات داخل المعدة،
تنتقل بعدها، تخترق جدار المعدة والأمعاء وتنتقل إلى الجوف البطني للريترو-بيريتونيال تيشوز، بعدها تتلقح الإناث من عن طريق الذكور، ثم ينحل الذكر ويموت وتعود دورة الحياة مرة أخرى. نلاحظ هنا توضيح آخر لدورة الحياة. هذه الإناث هذا الشخص سوف تنتقل الإصابة له عن طريق شرب مياه غير مفلترة حاوية على الكوبي بود اللي يكون مصاب بلارفا L3 الطور المعدي. داخل الأمعاء ينحل هذا السايكلوبس ويموت، وتتحرر هذه اليرقات لتخترق جدار الأمعاء والمعدة وتنتقل إلى جوف البطن، بعدها تنضج هذه اليرقات وتتحول إلى ذكور وإناث، وهذه اليرقة المخصبة الحاوية على الدودة الأنثى المخصبة الحاوية على اليرقات تهاجر بالقرب من سطح الجلد وتسبب حدوث هذه القرح أو الفقاقيع الموجودة بالذات مثل ما قلنا بالقدم. الشخص المصاب يحس أن هذه الفقاقيع مؤلمة، لكي طبعا تنفتح هذه الفقاقيع وتبدي تكون مؤلمة بالنسبة للشخص المصاب، فيحاول الشخص حتى يرتاح يضع قدمه بالمياه. عند وضع القدم بالمياه تقوم الديدان البالغة بطرح يرقات اللي هي L1 larva 1 emerging from a female. يأتي السايكلوبس يلتهم هذه اليرقات وثم تعاد الإصابة مرة أخرى. داخل هذا الكوبي بود لارفا عندها انسلاخين حتى تتحول للL3، وبالتالي يعود هذا الإنسان يعني شخص آخر يصاب وتعاد دورة الحياة مرة أخرى. نأتي الآن إلى الصفات والعلامات السريرية والمرضية لهذه الديدان. أهم التفاعلات هو هذه الديدان وجودها بالقرب وهجرتها بالقرب من سطح الجلد راح تثير لنا التفاعلات الحساسية، مؤدية إلى وجود ألم حارق شديد. بالإضافة إلى ذلك، من هذه التفاعلات الحساسية هو وجود البرودوس راشز، الطفح الجلدي، الغثيان النوجية، الإسهال الدياري، ديزنس، دوخة، والوزمة الموقعية. في حال تمزقت هذه الفقاعات أو البثرات سوف تتلاشى تفاعلات الحساسية بالجلد، لكن محلها سوف تتكون القرح. هذه القرح لا تتشافى ولا تلتئم وتزال إلا بإزالة الأشياء المسببة لها اللي هي الديدان. في حالة إزالة الديدان سوف نتخلص من هذه القرح وتشفى بصورة عامة. موت هذه الديدان بالمفاصل سوف يسبب لدينا الأرثرايتس، التهاب المفاصل، وكذلك الشلل بالنخاع أو الحبل الشوكي. يتم تشخيص هذه الديدان عن طريق المشاهدة أو الملاحظة للديدان التي تخرج من القرح في أسيقان الشخص المصاب، وكذلك حين فحص العينات المأخوذة من الشخص المصاب ومشاهدة اليرقات. أما بالنسبة إلى العلاج، العلاج التقليدي أو الكلاسيكي التراديشنال تكنيك الذي يتضمن هو يأتي شخص متخصص يقوم بأخذ عصا صغيرة أو ستيك مثل ما نلاحظ بالصورة أو الثقاب، يأتي ويقوم بلف winding the worm out on a stick، يلف هذه الدودة على عصا صغيرة وبالتالي يتخلص، ويعتبر من العلاجات الناجحة في العديد من الدول. الطريقة الثانية بالتريتمنت هو العلاج بالجراحة لإزالة هذه الديدان، وأخيرا استخدام الميترونيدازول الذي يعتبر كعلاج لإزالة الأعراض لكن لا يعتبر علاج لهذه الديدان. وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم.